كما شددت ممثلة مصر أمام العدل الدولي على أن الاحتلال الإسرائيلي مقيد بقوة القانون بفرض أنه احتلال مؤقت ولا يحق له تغيير طبيعة الأرض التي يسيطر عليها. أضافت موسى أن مصر ترى أن الاحتلال وسياسة الأمر الواقع مسألة غير قانونية وغير شرعية، كما أنها تنتهك القانون الدولي والمواثيق الدولية. أن الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني وغير شرعي وفق قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك. إن مصر تقدم مقترحها وترى بأن الاحتلال والأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا، وكما أوضح المشاركون في هذه الجلسة بأن هذا الاحتلال فيه انتهاك للميثاق الدولي، إذ أن إسرائيل في احتلالها الممتد يقوم على أنظمة غير قانونية وتطبيق لتلك القوانين بشكل مستمر. والمحكمة صنفت بأن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمر محظور، وأن مبدأ تقرير المصير أيضا هو واحد من معايير القانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف. وأيضا هناك حذر واضح للفصل العنصري ولمحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى. إن هذه السياسات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يتم مراجعتها وتقييمها.